طيب، يبقى آخر حاجة توقفنا عندها كانت السيركت سويتشنج. قلنا إنه في تو مين سويتشنج تكنيكس، سيركت سويتشنج وباكت سويتشنج. سيركت سويتشنج اللي ظهر مع بداية انتشار التليفونات الأرضية العادية، كان بدأ في الأول مانيوال وبعدين قلب سيركت. وقلنا كلمة سيركت سويتشنج مقصود بيها إنه بوصل خط من الشخص المتصل الأول إلى الشخص المتصل عليه الأخير، خط محجوز للاتصال يمر عبر محطات كثيرة. المحطات دي اللي هي السنترالات، وبالتالي بيتم توصيل الخط اللي جاي للسنترال للخط الخارج للسنترال علشان يعملوا خط واحد من الأول من البداية للنهاية. الميزة في السيركت سويتشنج إنه طالما حجز خط فما فيش حد بيشاركه فيه، وبالتالي يمتلك كافة إمكانيات هذا الخط، يعني معدل الإرسال وجودة الخط، كل دي اتصال واحد بس اللي واخدها. وطبعا عيبها عملية إن الموارد قليلة، وبالتالي إني أحجز خط لشخص الاتصال يعني، بينما عندي اتصالات كتيرة قوي ممكن ما لاقيلهاش خطوط، فده شيء مزعج يعني. الكلام ده كان ممكن يمشي بالتليفونات الأرضية ومعدل الاتصالات الأرضية يعني، كان معقول. إنما لما ظهرت الشبكات المعلومات وبالذات الإنترنت، واللي هي كمان استخدمت السنترالات التليفونات الأرضي في معظم الدول يعني، بالإضافة زي ما قلنا لشبكات التلفزيون، ولكن كان التركيز الأكبر على شبكات التليفونات الأرضي اللي هي كانت اوريدي مستقرة ومعمولة من فترات طويلة. فلو إن فكرة إن أنا أحجز خط من البداية للنهاية لإرسال داتا، ده فكرة فاشلة ومش هينفع أبدا مع التوسع الشديد اللي كان موجود. فكان لابد من إلغاء فكرة إن في خط محجوز، ونقسم الإرسال الداتا إلى حزم، حزمة اسمها باكت. كل باكت بتنزل من عند البداية بتوصل للمودم أو الراوتر اللي في الأول، اللي هو بيوصلها لأول راوتر في السنترال. الراوتر بتاع السنترال بيخزنها عنده، ثم يطلعها من المخزن ويبعتها للمحطة اللي بعديها، السنترال اللي بعديها، وتتخزن في الراوتر اللي موجود بقى عنده، ثم تطلع وهكذا. طيب ايه الميزة في التخزين والطلوع؟ الميزة ان ما هياش، مش لازم يكون في طريق جاهز، ممكن ما يكونش اصلا في طريق جاهز فتتخزن شوية لغاية ما يجهز لها طريق. يبقى اذا هي مش هتقع كون ان ما فيش طريق. والميزة التانية ان ما فيش طريق اصلا، فبالتالي انا مش ملزم اني اجهز طريق ساعة لما الراجل ابتدى يرسل الباكت. هو طريق طبعا لازم يتوفر، وإلا الداتا مش هتوصل، بس مش مهم إن أنا أوفره من البداية للنهاية في أول المكالمة، لا، ممكن الراجل يبدأ المكالمة ويبتدي يبعت داتا، والداتا دي ممكن تكون صوته شخصيا يعني بيتحول لداتا، وتنزل في صورة باكيتس تتخزن في أول راوتر، ثم نبتدي ندور لها على طريق خروج، نلاقي طريق خروج قبل انتهاء المدة، ويخرج بعض الباكتس. ممكن البعض الباكت يخرج في طريق والبعض يخرج في طريق آخر، يعني ما عندناش مشكلة خالص في تغيير مسارات الطرق، يعني مش لازم الاتصال الواحد يمشي في طريق واحد أبدا، عادي جدا ألاقي باكت ماشي في طريق، باكت ماشي في طريق تاني، باكت ماشي في طريق تالت. المهم إن هم بعد ما يعدوا وينطوا كده على المحطات اللي في السكة، المفروض إن هم يوصلوا للنهاية ويترتبوا صح، ويطلعوا في الآخر المتصل عليه اللي هو ممكن يكون سيرفر بقى في حالة الداتا يعني، كأنهم جايين من الشخص المتصل في الأول خالص بنفس الترتيب، بنفس كل حاجة يعني. المهم ان هو جايين زي ما كانوا نزلوا من عند الشخص البداية. دي الباكت سويتشنج. احنا الفرق الأساسي ما بين سيركت سويتشنج وباكت سويتشنج، سيركت سويتشنج بيحجز خط، له مزايا وله عيوب، بس العيوب بتاعته مش هنقدر نتحملها، اللي هي قلة الموارد تؤدي إلى إن أنا مش هعرف أعمل اتصالات كتير. في الداتا نتوركس
بستخدم باكيت سويتشنج ليه؟ لانها ما بتحجز ليش مسبقا. هي طبعا في الاخر لازم يتوفر طرق، والا مش هعرف ابعت الداتا، بس مش مهم الطرق دي تكون متوفره من البدايه، ومش مهم انها تكون محجوزه. لا، انا على حسب الحاجه بشوف الطريق المناسب. طبعا وارد في ظل الظروف دي انه ما لاقيش طريق، او ان باكيتس توصل لمحطه معينه في النص ما تعرفش تكمل. كل دي وارده، وبالتالي دي تعتبر عيوب او يعني المقابل للطريقه دي. فكل طريقه لها مزاياها وعيوبها، بس بكل تاكيد ان طريقه الباكيت سويتشنج كان لها يعني الحظ الاوفر، او هي يعني اللي كسبت في المعركه بتاعت مين اللي يشتغل تحت الداتا نتوركس وبالذات الانترنت. طيب، احنا ذكرنا فكره المالتيبلكسنج قبل كده. بما ان احنا بنستخدم وسائل نقل شيرد مشتركه، فلا بد من تقسيم وسيله النقل على الاشخاص او الاتصالات الجاريه عليها، وبالتالي وسيله النقل الواحده بتشيل اكتر من اتصال، والتقسيم ما بين الاتصالات المختلفه او التمييز ما بينهم بيكون عن طريق يا اما التايم يا اما الفريكوانسي، ودول اشهر اتنين، او حاجات تانية زي الكود والسبيس، هنبقى لو جم في السلايس هنبقى نتكلم عليهم. بس مبدئيا التايم والفريكوانسي دول اشهر حاجتين. ففي حالة التايم انا عندي القناة اللي بنبعت عليها. القناة دي قد تكون اللي هي السلك النحاس او الفايبر الازاز او الهواء، المهم في الاخر اي وسط من الوسائط دي هو شيرد، هو مشترك. طيب انا عايز ابعت عليه اكتر من اتصال، ممكن اقسمهم بالوقت. يبقى اذا ادي اول وحده زمنيه، طبعا الوحده الزمنيه دي بيتم الاتفاق عليها، ممكن تكون مثلا بضعه ثواني او اجزاء من الثانيه على حسب بقى. يعني اول وحده زمنيه للاتصال الاول، انا مثلا عندي 10 اتصالات واقفين طابور، فانا اروح مدي اول وحده زمنيه للاول، وتاني واحدة زمنية للتاني، وتالت واحدة زمنية وممكن بقى يكون في واحد بياخد أكتر من واحدة زمنية في نفس المجموعة. المهم يعني ليها تنظيم، ليها طرق تنظيم، بس في الآخر الفكرة نفسها فكرة التقسيم بالوقت. ودي فكرة يعني الأسهل في التطبيق، ودي اللي بدأت الأول، ولكن برضو كل فكرة لها مزاياها ولها عيوبها. فهنا يعني من عيوب التايم مالتيبلكسنج انه في الاخر يعني انا كل ما يعني كل ما بحط اتصالات اكتر واقسمهم على الوقت، انا كده بقلل معدل نقل الداتا اللي هم هيكتبوه، وله طبعا عيوب اخرى يعني برضه هيجي ذكرها لما تبان معانا في السلايدز. الطريقه الثانيه هي الفريكوانسي. انا طبعا اللي كان معروض في الاول ده الفريكوانسي، واللي تحته هو التايم. فانا اتكلمت على التايم بس، اللي كان معروض ده فريكوانسي بس، هي في الاخر مش فارقه قوي، لكن يعني هتبقى نفس المفهوم بس من وجهه نظر الفريكوانسي. فهنا عايز يقول لك يعني الرسم الاولانيه اللي فوق دي الاكس اكسس ده محور الزمن التايم، وبالتالي انا مش مقسم هنا على التايم، انا مقسم على الفريكوانسي اللي هو المحور الرأسي. بينما اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو التقسيم بالزمن، فهو مقسم هنا على محور الاكس. هتلاقي هنا الازرق ده اتصال، الاخضر ده اتصال تاني، الاصفر ده اتصال تالت، البينك ده اتصال رابع، دول اربع اتصالات مختلفه. ثم يعيد من جديد، الازرق ياخد وحده زمنيه، ثم الاخضر، ثم الاصفر، ثم البينك، وهكذا. فده كده تقسيم بالزمن. طيب لو انا بقسم بالفريكوانسي، يعني في اثناء التقسيم بالزمن، هو هنا مفترض انه اللي بياخد قناه الاتصال بياخدها بكامل الترددات اللي ممكن يبعت عليها، لا يوجد له حد من الترددات، بياخد كامل الترددات المتاحه على قناه الاتصال.
بينما في التقسيم بالفريكونسي بياخد حيز محدد من الترددات اللي بنسميه الفريكونسي باند. يبقى هنا عندنا الأزرق والأخضر والأصفر والبينك أربع اتصالات مختلفة على نفس الخط في نفس الوقت أثناء الوقت اهو محور الإكس أكسس، هما الأربعة شغالين في نفس الوقت ولكن على ترددات مختلفة، نفس الوسط سلك أو هواء أو إزاز ماشي عليه الأربعة في نفس الوقت ولكن على ترددات مختلفة، وده نفس فكرة الإرسال التلفزيوني والإرسال الإذاعي، كلهم بيبقوا شغالين في نفس الوقت والوسط هو الهواء فهم كلهم موجودين على نفس الوسط، ولكن كل إرسال فيهم كل قناة فيهم جاي على ترددات مختلفة. كل إرسال بيكون له يعني في حالة الفريكونسي بيبقى عندنا الوسط بتاع كل إرسال، يعني بيشغل حيز من الترددات، يعني له بداية وله نهاية من أول تردد كذا لغاية تردد كذا، يعني بيلف ويدور كده حوالين تردد مركزي ده لكل اتصال. فالتردد المركزي ده بنسميه الكارير فريكونسي أو الحامل، يعني هو كأنه هو اللي شايل المجموعة دي، المجموعة بتاعة الاتصال الواحد. وهو ده اللي لما بنيجي نظبط قناة في الراديو أو في التلفزيون بنظبطه عليه. ميوت يا جماعة، فاتح السبيكر عنده يعمل ميوت. فهو قناة الاتصال بتاعت يعني الاتصال الواحد بتشغل مجموعة ترددات مش تردد واحد بس، التردد المركزي بتاعهم اللي شايلهم وهكذا يعني يطلق عليه الحامل اللي هو الكارير فريكونسي، هو ده اللي احنا بنظبط عليه، هو ده بيبقى اللي عنده الباور الأكبر، هو ده اللي بيحمل الطاقة الأكبر للإرسال ده. نفس الكلام برضو في التايم، الوحدة الزمنية اللي واخدها في عندنا المركز بتاعها دي يعني دي قلب الإرسال بتاع كل اتصال من دول. مازال هنا بيتكلم على الباكت سويتشنج، طبعا فكرة الباكت سويتشنج هي اللي أدت بينا إلى إن احنا نفكر الخط المشترك ده هنقسمه إزاي. فهنا ذكر طرق التقسيم اللي هي الفريكونسي والتايم طرق الأشهر، فاحنا ما زلنا بنتكلم على فكرة إن الخط المشترك كيف يتم تقسيمه. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. هو هنا استنتج إن الـ TDM أحسن من الـ FDM ولا كل واحدة ليها استخدامها في بعض الأماكن؟ لا، مفيش أفضلية هنا الواحدة عن التانية، كل واحدة لها استخدامها ولها خصائصها. يعني لو إحنا هنبص كده على التطبيقات هنلاقي الـ FDM مستخدمة بشكل أكتر، وده يمكن راجع لأنه التقسيم بالترددات يعني أكثر استقرارا، يعني أنا أضمن أنه مش هيحصل اختلاط لو كل واحد على تردد مختلف، الضمان هنا أكبر من أن التقسيم جاي عن طريق التايم. وبالتالي يعني الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج يستخدم اكثر من التايم ديفيجن، ولكن ما زال التايم ديفيجن له مزايا، قد يكون تطبيقاته او المجالات اللي بيستخدم فيها اقل من الفريكونسي بس ما زال موجود وما زال يستخدم. وزي ما قلنا دايما كل حاجه ليها مزايا وعيوبها، بس لو في حاجه يعني طغت مزاياها على عيوبها مقابل حاجة تانية فالحاجة اللي مزاياها تبقى أكتر بكتير من عيوبها هي بتستخدم أكتر يعني. يبقى أنا على حسب الابليكيشن اللي أنا عايزه، والله لو يهمني الكواليتي الكونسترانس بتاعتي الكواليتي يبقى الـ FDM، لو يهمني عدد الترددات اللي هاخدها يبقى الـ TDM، يبقى على حسب الابليكيشن اللي أنا هاخده، مش موضوع أفضلية خالص. تمام، شكرا يا دكتور. هو مازال في أفضلية في المجمل، إنما زي ما أنت قلت في بعض الابليكيشنز أنا محتاج
ترددات كتير، يعني عايز ابعت ارسال عدد الترددات اللي فيه واسع جدا، فبالتالي يكون ان هو يزنقني في حيز قليل ده مش هينفعني، مش هيناسب. ساعتها فعلا بلجأ للتايم ديفيجن علشان بقى اخد اللي انا عايزه من الترددات مفتوحه، ولكن انا هبقى محدود في الوقت. ففعلا ايوه صح، الابلكيشن بيحكمني في الحته دي. تمام قوي، شكرا يا دكتور. العفو. طيب برضو يعني يمكن هنا التقسيم، هنا المالتيبلكسنج، فكرة ان واحد يبقى محجوز له، يعني ده هنفترض ان ده خط ببعت عليه 4 اتصالات، هنا باعت في نفس الوقت بس على ترددات مختلفة. ففكرة انه اني ببعت في نفس الوقت 4 اتصالات بس كل واحد على تردد مختلف، ممكن تتشاف على انها سيركت سويتشنج. انا حاجز صحيح الخط الواحد اللي هو الفيزيكال خط نفسه، النحاس او الفايبر او حتى الهواء، انا حاجز انا حاطط عليه اكتر اتصال، ولكن حاجز تردد ثابت طول الوقت عليه. فكون حاجز تردد معين ما بياخدوش غير اتصال واحد فقط طول الوقت، فده هنا حطه تحت مفهوم السيركت سويتش، على الرغم ان هنا في تقسيم بس التقسيم ده ثابت لا يتغير. فبرضه دي نقطة، عشان يعني دي ممكن تخالف شوية يعني او تتفهم على ان انا اللي بقوله ان المفروض ده كده يبقى باكت سويتشنج. لا، باكت سويتشنج لا يوجد حجز مطلق لاتصال معين، يعني ما ينفعش اقول ان في اتصال واخد تردد معين طول الوقت، يبقى كده طالما هو ضامن ان هو معاد تردد معين طول الوقت ما هو كده يبقى حاجز، طالما حاجز يبقى سيركت سويتش. فبالتالي كون ان يبقى نفس الاتصال ده واخد اللون البينك كده طول الوقت وانا ضامنه له، ده كده سيركت سويتش. نفس الكلام برضو نطلقه على الوقت، هو على الخط الفيزيكال الواحد انا مقسم في الوقت، ماشي ده كلام جميل، بس مقسم تقسيمه ثابته دايما، اللي واخد الازرق واخد الوحده الزمنيه دي هيرجع ياخدها تاني هنا ويرجع ياخدها تاني هنا. هو مش واخد الخط على طول لوحده صح، ولكن واخد جزء من زمن الخط، وهذا الجزء ثابت ومضمون. اول ما نجيب كلمه ثابت ومضمون يبقى ده سيركت سويتش. فهو هنا حط الاثنين دول تحت مسمى سيركت سويتش، ما اعتبرهمش باكت سويتشنج. الله، امال امتى اقول عليها باكت سويتشنج؟ باكت سويتشنج لما ما يكونش ثابت ولا مضمون. يعني لو انا قلت لك الاتصال البنك ده اخذ الخط ده لفتره من الزمن ثم شلتها منه واديتها لواحد تاني، ثم انا ما اعرفش حد هرجعها تاني لنفس الاتصال ده امتى، هو مش ضامن. طالما مش ضامن هيرجع له التردد ده على الكابل ده امتى، يبقى ده باكت سويتش. فالباكت سويتشنج ما فيش ضمان لحجز حاجه معينه، مفيش حجز، وبالتالي مفيش ضمان امتى هو هياخد الخط. هو عنده داتا عايز يبعتها وسايب خالص، مستسلم تماما للمسؤول على ان هو يبعت له الحاجه، الراوتر، ان هو يتصرف امتى وازاي ما يقدرش يحدد. فكوني حاجز جزء من الخط، ما هو صحيح جزء مش كل الخط بس جزء من ترددات الخط او جزء من زمن الخط بشكل ثابت ومضمون، ده يندرج تحت السيركت سويتش. طب يا دكتور توضيحا للامر، بس ال اف دي ام على حسب مفهوم السيركت سويتشنج واضحه، لكن التي دي ام اللي خلاني اقول كده انها بيريودك، ان تبديل ال ايوه بالظبط بالظبط، ان الله ينور تبديل عليك الفريكوانسي والتايم بيريودك مع بعض، لانها ممكن تكون بالظبط نفس الشكل لكن مش نفس ترتيب الالوان مع الوقت. صح. تمام يا دكتور، برضو عندي سؤال بعدين. اتفضل. هو معنى الفريكوينت ال FDM ان هو مثلا بخلي من 0 ل 10 هرتز مثلا، ده ليوزر معين ويوزر تاني بياخد من 10 ل 20 ويوزر تالت بياخد من 20 ل 30 وهكذا، يفضلوا ثابتين، ده مفهوم ال FDM صح كده ولا انا فاهم غلط؟ ايوه هو صح، ما بيتغيروش، بيفضلوا ثابتين سواء بستخدمه او ما بستخدموش. ايوه الله ينور، ايوه حلوه الحته دي قوي، حلوه جدا. ايوه يعني كمان انا حاجز له اتصال وهو ممكن ما يكونش بيبعت عليه حاجه، برافو عليك. ودي نقطه من عيوب السيركت سويتشنج، الاهدار. انا حاجز لك خط بغض النظر معنى كلمه خط هنا، حاجز لك فريكونسي معينه تردد من كذا لكذا وانت ما استخدمتوش،
بس هو محجوز لك للاسف، ما حدش تاني هيقدر يستخدمه. حلو قوي النقطه دي، لان دي احد الفروق المميزه ما بين السيركت والباكت. تمام، برافو عليك دكتور. الصمت اتفضل. هو احنا عندنا دلوقتي التي دي ام او الاف دي ام، هو دول احنا بنستخدمهم ما اعتقدش على الراوتر يعني الراوتر اللي عندنا في البيت ده المفروض هيبقى على الخط الرئيسي اللي جاي اللي بيقسم للناس اللي متوصله على الخط الرئيسي، مظبوط؟ مش الراوتر في البيت ذات نفسه. انت لا معلش قول تاني كده فهمني. يعني احنا دلوقتي في البيت النتورك اللي متوصله من الراوتر ذات نفسه ما بتبقاش انها بتتقسم عليها، ما بيتقسمش مثلا على اليوزرز اف دي ام او دي تي او تي دي ام، اللي عايز بيقوم يقدر يخش ويكونكت، مظبوط؟ طيب هقول لك بقى الحته دي بتحصل ازاي. داخل البيت احنا هنفترض ان احنا عندنا واي فاي، صح؟ مظبوط. طيب الواي فاي وان شاء الله يعني ربنا يقدرنا كده ونجيب نتكلم عنه، يعني يبقى ليه في جزء من المحاضرات عنه. الواي فاي الراوتر اللي عندك في البيت بيقسم، طبعا بيبعت في الهواء، فبيقسم الهواء الى فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، يعني بيبقى حاجز عنده 11 حيز ترددي، 11 فريكوانسي باند، ولكنهم لهم يعني طبيعه خاصه كده، هم اوفرلابد، يعني هم مش منفصلين، مش زي الرسمه اللي قدامنا، مش كل واحد مش بدايه واحد بعد نهايه الثاني، لا هم اوفرلاب. يعني لو جه يعني الكلام عليه ان شاء الله هنبقى نقول شويه تفاصيل اكتر، لكن هو عنده 11 حيز ترددي، 11 فريكونسي باند اوفرلاب، وبالتالي يسمح بان في 11 شخص يتواصلوا عن طريق الواي فاي، ولكن هم مش مفصولين تماما، هم فعليا في اجزاء مشتركه، وبالتالي هيحصل اختلاط. وبالتالي لو عايز اشخاص ما يحصلش بينهم اختلاط خالص في الفريكونسي، هتلاقي انه بالكتير تقدر تدخل 3 اشخاص على الواي فاي، كل واحد فيهم له فريكونسي باند منفصل عن الثاني. انا مبدئيا يعني في تفاصيل كتيره مش عارف اقولها دلوقتي، عشان يعني الوقت برضو محتاجه جزء لوحدها، يعني جزء محاضره او نص محاضره لوحدها، بس مبدئيا كده خليني اقول لك انه لا، في الواي فاي يوجد فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، ولكن مش بالصوره اللي ظاهره قدامنا دلوقتي، ما هماش باندز مستقله تماما، لا هم باندز اوفرلاب، او لو عايز تعملهم مستقلين تماما فهم يعتبروا 3 فقط المستقلين عن بعض. فبالتالي ما زال نفس الكونسبت ده مستخدم في الواي فاي. تمام يا دكتور. يعني هو دلوقتي انا او اي حد بيكون عامل اكسس وكونكت ومظبوط جدا على الشبكه، ان هو المفروض ملقوط من الراوتر، بس الراوتر بيبتدي يديله نت لما هو يحتاج. باكيت سويتشنج، ماشي. تمام، شكرا دكتور. طيب نقل بقى لفكرة الباكت سويتشنج، وزي ما ما شاء الله يعني انتوا برضو يعني وضحتوا حاجات كتيرة، الباكت سويتشنج ما بيحجزش، وبالتالي مفيش ضمان لحد، وبالتالي لازم يتم عملية تخزين. فهنا بيوضح لنا الفكرة بتاعت الباكت سويتشنج من خلال مثال. فعنده هنا راوتر، ويوجد عدد من الأشخاص المستخدمين N users متصلين بهذا الراوتر، والراوتر نفسه بيخرج على الإنترنت بقى على الجهة الأخرى المقابلة ليه بسرعة 1 ميجا بيت بير سكند. وبالتالي ال 1 ميجا بيت دي متوزعة على ال N users. طيب إزاي بيتم التوزيع؟ Each user 100 كيلو بيت بير سكند وين اكتف، كل واحد من الان دول المتصلين ما هواش اكتف طول الوقت، في بعض الاحيان قاعد على الجهاز بتاعه بيشتغل وبيبعت داتا، وفي احيان اخرى ما بيبعتش داتا او مش قاعد على الجهاز اصلا. طب هو يعني قاعد على الجهاز قد ايه، او بيبعت داتا لمده قد ايه؟ 10% من الوقت. يبقى اذا 90% من الوقت هذا الجهاز
مالوش دعوه بالشبكه خالص، ما بيبعتش ويستقبل حاجه، و10% فقط بيبعت ويستقبل بسرعه 100 كيلو في الثانيه، 100 كيلو بيت في الثانيه. بتطبيق نظريه السيركت سويتشنج، بما ان الشخص المستخدم الواحد ساعه لما يجي يشتغل ويرسل ويستقبل محتاج 100 كيلو بيت في الثانيه، وانا لازم اضمن له ال 100 كيلو بيت في الثانيه، وانا عندي اصلا السرعه الكليه 1 ميجا، يبقى اذا ال 1 ميجا تتقسم على ال 100 كيلو، يديني 10 اشخاص فقط، على الرغم ان كل واحد في العشرة مش قاعد طول الوقت، هو فقط 10% من الوقت، 90% من الوقت الخط بتاعه الباندويتس المحجوز ليه غير مستخدم، بس هو دي ده السيركت سويتشنج شغال كده. هو كده كده له نصيب من الارسال، من سرعه معدل الارسال، وبالتالي استخدم نصيبه خير وبركه، ما استخدموش هو كده كده محجوز له، انا ما اقدرش، او سيركت سويتشنج ما بيعملش حاجه في الجزئيه. بنظريه بقى الباكت سويتشنج، لا هو صحيح ساعه لما هيدخل انا هحاول اوفر له اللي هو عايزه اللي هو 100 كيلو بيت بير سكند، بس انا فعليا مش حاجز له الخط طول الوقت في الباكت سويتشنج. في الباكت سويتشنج وقت ما يدخل احاول اللي موجود اوفره، وهو مش موجود كده كده الباندويس او السرعه اللي كان هو واخدها هتروح لحد تاني، وبالتالي يقدر يستوعب عدد اكبر من الاشخاص، تحت فرضيه ان مش كل الناس داخله على الشبكه في نفس الوقت، ودي الفرضيه اللي قايم عليها شبكات مقدمين الخدمه كلها في جميع انحاء العالم. يعني في مصر انت لما بتتعاقد المفروض ان انت السنترال بيوفر للناس المشتركين في المنطقه بتاعته خدمه النت بسرعه معينه، وهو له امكانيه محدوده. يعني هو مثلا عامل زي المثال بتاعنا كده، يقدر يوفر 1 ميجا، وبالتالي لما بيجي يبيع لك المفروض لو هيبيع لك انت خط سرعته 100 كيلو، المفروض يبيع ل 10 اشخاص عشان تبقى انت وقت ما تدخل تلاقي الواحد ال 100 كيلو بتوعك، بس فعليا هو ما بيعملش كده، هو بيبيع ل 30 و40 و50 شخص، بيبيع لهم 100 كيلو. الله، بس افرض ال 30 وال 40 وال 50 شخص دول دخلوا في نفس الوقت، اكيد اكيد مجموعهم هيعدي ال 1 ميجا، وهو كده كده ما عندوش اكتر من 1 ميجا، وده فعليا اللي بيحصل. تدخل في اوقات معينه تلاقي ان سرعه النت نزلت تحت خالص، طب وليه وانت متعاقد ومش عارف ايه وحقي ومش حقي؟ لا هو ملوش دعوه، هو كده كده بايع لعدد اشخاص اكتر بكتير، لو دخلوا كلهم اكتر بكتير من امكانياته اصلا، بس تحت فرضيه انه مش كل الناس هتدخل في نفس الوقت. فدي نظريه الباكت سويتشنج واللي هم بيشتغلوا عليها كناحيه تجاريه، انه يبيع لعدد اكتر مع ان هو ما عندوش الامكانيه لو ان هو يكفي العدد ده في نفس الوقت. فانا هنا في المثال ده كان مفترض ان كل شخص مش هيتواجد على الشبكه اكتر من 10%، وبعض الحسابات هو ما قالناش حسبها ازاي، بس ممكن انتوا تدوروا في البروبابيليتي بقى ازاي ان هو بالحسابات بتاعته دي انه يقدر يستوعب 35 شخص. الحسابات دي معموله على اساس انه الشخص الواحد اكتف 10% فقط من الوقت، وهنفترض انه الاشخاص متوزعين على الوقت كنورمال ديستريبيوشن، يعني في اوقات ممكن يبقى في واحد بس اللي داخل على الشبكه، وفي اوقات تانية هيبقى في عدد كبير داخل على الشبكه. فلو احنا عملنا نورمال ديستريبيوشن هنلاقي انه في المتوسط نقدر نوفر الـ يعني الخدمه دي ل 35 شخص، بتقريبا ان هم يعني ال 35 دول تقريبا اللي هي احتماليه ان 10 يكونوا اكتف at the same time is less than 0.004. يعني احنا عندنا 35 شخص بس حسب النورمال ديستريبيوشن مش ال 35 كلهم هيدخلوا في نفس الوقت، لكن ان يكون في اكتر من 10 داخلين في نفس الوقت هتبقى احتماليتها ضعيفه جدا، وبالتالي هو بيلعب على الحته دي. يعني طيب هنا طبعا بعد ما ذكر الفروق ما بين السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج، فبيقول يعني هل الباكت سويتشنج خلاص هي اللي كسبت المعركة بينها وبين السيركت سويتشنج، يعني حسمت الأمر خلاص؟ فهو هنا بيقول لك إنها
هي بالطبع حسمت الامر في الانترنت، ده لا شك فيه، وهو ده اللي حاصل فعلا. بس يعني الكلام ده ليه؟ لان هي مناسبه لطبيعه الداتا اللي موجوده في الانترنت. ايه هي طبيعه الداتا؟ طبيعه الداتا انها بيرستي. يعني ايه بيرستي؟ بيرستي يعني بتيجي في دفعات، طفقات باللغه العربيه كده، اعتقد بيرستي يعني دفقات، اللي هي بتيجي مجموعات كميه كبيره ثم تخف، ثم تيجي كميه كبيره تاني ثم تخف. لما عملوا تحليل لشكل الترافيك داتا على الانترنت لقوه ماشي بالشكل ده، يزيد وبعدين يقل 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 يقل، ويزيد يزيد يزيد وبعدين يقل يقل يقل، فهو ماشي بالطريقه دي. فنوع نوع الداتا اللي هو نوع ظهور داتا كبيره ثم انها تقل ثم انها تزيد، ما هياش ماشيه يونيفورم، مش ماشيه منتظمه. فالطريقه دي بتحتاج انه ساعه لما يبقى في داتا كتير قوي انا محتاج اخزن، انا مش محتاج ان انا اوفر سرعه انترنت مناسبه لاعلى معدل جاي من الداتا. ليه؟ اولا لانه المعدل العالي ده ما هوش موجود طول الوقت، ده هو ده فتره زمنيه معينه وبعدين هيقل تاني، وبالتالي انا كده كاستثمار وكناحيه اقتصاديه انا هبقى بخسر ان انا اشتغل على اني اوفر سرعه للانترنت على اعلى معدل هي بتيجي بيه، على الرغم ان اعلى معدل ده هو فتره زمنيه قليله جدا. فانا بحاول اشوف سرعه تكون مناسبه ما بين اعلى معدل واقل معدل، وفي نفس الوقت ما خليش الداتا الكتيره اللي جايه ساعه المعدل العالي تضيع، انا عايزها تتخزن. فطبيعه الداتا بالشكل ده خلت الباكت سويتشنج هو الاكثر يعني هو يعني مناسب اكتر. يعني طبعا ميزه السيركت سويتشنج كانت في الضمان، ضمان ان يكون في معدل ثابت للداتا، وده بنحتاجه في بعض الابلكيشنز. الانترنت ما اتعملتش سيركت سويتشنج، اتعمل باكت سويتشنج، وبالتالي في بعض الابلكيشنز اللي بتبقى تعبانه جدا جدا لما تشتغل على الانترنت. ممكن لو شبكه خاصه انا بعمل الشبكه بتاعتي، انا ممكن بمزاجي بقى اعملها سيركت سويتشنج، انا حر وبالتالي اضمن عليها اللي انا عايزه. لكن لو على الانترنت انا ما عنديش ضمان، بالذات في الحاجات اللي بتحتاج ارسال متواصل زي ارسال الاوديو والفيديو، دي من الحاجات اللي بتبقى دايما عايزه ارسال معدل ارسال مضمون، يعني ابقى عارف انها سرعه معينه، حتى لو هي سرعه مش عاليه قوي بس على الاقل اضمنها لي، اضمن لي ان انا مش هقل عن كذا. لكن الانترنت ما عندهاش الضمان ده خالص، فبالتالي هناك محاولات لخلق حاجه شبه كده على الانترنت، كلها يعني بتحاول انها توفر وسائل لضمان على الاقل حد ادنى من السرعه، على خلاف الطبيعه الاساسيه للانترنت. يعني طيب هنا بقى ايه، احنا ما زلنا طبعا في الشابتر الاول اللي هو انترودكشن، اللي ما زال بيستعرض المفاهيم العامه للاجزاء المختلفه للشبكات وبالذات شبكه الانترنت، وزي ما قلنا ان هو هيدخل في الفصول اللي بعد كده يفصل الكلام ده، يعني هيرجع تاني يجيب ذكر اللي احنا قلناه ده بس بمزيد من التفاصيل. فهنا ابتدى يطلع للمستوى الاعلى من الكلام عن الشبكه، اللي هو بقى شبكه الشبكات اللي هي الانترنت. فهي الانترنت عباره عن ترابط شبكات اللي موجوده في انحاء العالم كلها، فبما ان العالم ده واسع جدا فكل منطقه لابد ان يغطيها مقدم الخدمه، مقدمين الخدمه دول لابد ان هم يتواصلوا مع بعض. طيب كيفيه التواصل هتتم ازاي؟ هل انا كل مقدم خدمه، يعني مثلا مصر فيها بغض النظر ان هم 4 شركات يعني، بس في الاخر هم كلهم الاربع شركات واخدين من نفس المصدر، فهنعتبر ان مصر فيها مقدم خدمه واحد لان هو المحبس الاساسي عنده اصلا، بس هو مصر عايزه ترتبط بدول الجوار في السعوديه والخليج، وعايزه ترتبط بافريقيا، وعايزه ترتبط باوروبا، واوروبا طبعا فيها يعني كذا جهه،
وعايزه ترتبط بامريكا وعايزه ترتبط باستراليا وعايزه ترتبط، هل معنى كده ان احنا هنطلع خط من مصر يمشي لكل مقدم خدمه في كل دوله من دول العالم يرتبط بيها؟ طبعا الدنيا مش هتبقى سهله خالص، يعني هتبقى كم غابه من الكابلات، واللي هي بسهوله ممكن لو واحد فيها اتقطع يبقى احنا كده ايه، فقدنا الصله، وهنحمل طبعا على خطوط تانية. بس هي الفكره ان الغابه دي في حد ذاتها عمليا غير ممكنه، ده غير انها مكلفه جدا، يعني ما اقدرش ان انا اوصل من كل مقدم خدمه في دوله الى الدول التانية. طيب ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل نفس اللي عملناه على مستوى الشبكه الصغيره نعمله على مستوى الشبكه الكبيره. مش احنا على مستوى الشبكه الصغيره قلنا ان ما ينفعش لو عندي مثلا 10 اجهزه اوصل كل جهاز بالتاني، وطلع من الكلام ده اقتراح ان يكون في جهه مركزيه اللي هي الراوتر يبقى واقف في النص، او السويتش طالما بنتكلم على شبكه صغيره، يعني راوتر او سويتش يبقى واقف في النص كلهم يتوصلوا بيه وهو يوصلهم ببعض. نفس الفكره دي نطبقها على الانترنت، يبقى كل مقدمين الخدمه في العالم يتوصلوا بجهه مركزيه في النص، وهي اللي تضم كل المقدمين دول، مقدمين الخدمه دول، تعمل لهم كده زي سويتش او راوتر وهي توصلهم ببعض. ده كده كلام شكله منظم جدا، بس مشكلته ان احنا بنتكلم على سكيل عالي قوي، يعني انت بتتكلم على بليونز، مليارات الاجهزه، الاف من مقدمين الخدمه، انت بتتكلم في عدد برضو مهول. الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ممكن ينفع في بيت، في شركه، في جامعه، انما ما ينفعش حتى على مستوى دوله واحده، مش هقول لك على مستوى العالم. طيب هنعمل ازاي؟ قال لك بقى الجهه المركزيه اللي في النص دي ما تبقاش جهه واحده، نقسمها تبقى مجموعات. يبقى مثلا في الناس اللي في منطقه الشرق الاوسط نعمل لهم مجموعه نضمهم مع بعض، والناس اللي في جهه شرق اوروبا مع بعض، واللي في غرب اوروبا مع بعض، والامريكا الشماليه مع بعض، وهكذا. يبقى نقسم العالم الى مجموعات بحيث ان ما يبقاش في جهه مركزيه واحده، وكمان علشان لو الجهه المركزيه دي حصل فيها مشكله، وقعت ولا حاجه، حد ضربها، ما تبقاش الدنيا كلها وقعت، لكن يبقى في بديل تاني في حته تانيه شغاله. طبعا كل منطقه مركزيه مجمعه حواليها مقدمين الخدمه اللي في الدول اللي تتبعها بتتصل بكابلات بتحمل، لان شايف انت مثلا دي ممكن تضم 10 دول ولا 20 دوله مع بعض، فانت بتتكلم على ان لو ال 20 دوله دول بيتربطوا مع بعض من خلال المجموعه دي اللي هي اي اس بي اي، وفي نفس الوقت ممكن يكونوا عايزين يكلموا حد من المجموعه اي اس بي بي او اي اس بي سي، فبالتالي الكابل اللي بينقل ما بين المجموعات المركزيه اللي هي A وB وC لابد ان يكون كابل بقى محترم، حاجه بينقل بقى معدل داتا رهيب. احنا لو بنتكلم على معدلات داتا هنا داخل الدول بتوصل دلوقتي ل 100 ميجا بت بير سكند و200 ميجا بت بير سكند، ده على مستوى الشخص الواحد اللي قاعد في البيت. فتخيل بقى لما بكون بنقل من المجموعه دي للمجموعه دي، تخيل المفروض انقل بمعدل قد ايه. فدي ليها طبيعه خاصه جدا، مش زي بقى اللي احنا بنتكلم عليه في على المستوى الصغير. دكتور انا عندي سؤال بعد السؤال. اتفضل. هو حضرتك قلت ان كل مثلا مجموعه من الدول بتبقى مربوطه مع بعض على نتورك معين. طب ما هو يعني بالمنطق ده ليه مثلا مش كل الدول اللي في نفس النتورك دي عندها نفس السرعه اللي بتوصل البلد؟ يعني مثلا احنا بنشوف مثلا لو مصر مثلا مربوطه مع السعوديه ومع الامارات، الناس القريبه مننا، طب ما السعوديه عندهم 5G وشغالين بيه، ليه احنا مثلا في مصر مش شغالين بيه؟ طب ما احنا نفس النتورك وعندنا نفس الامكانيات. طيب انا هقول لك، يعني ما عنديش اجابه حاسمه، يعني سؤالك حلو بس انا ما عنديش اجابه اقدر اكون متيقن 100% منها. يعني هقول تحليلي الشخصي اللي يجوز يطلع فيه جزء صح وممكن يعني ما يبقاش كله صح. اولا تحديد السرعه يخضع لعوامل كتير قوي، تشمل الانفراستراكشر الداخلي. يعني فرضا انت جاي لك في البيت سرعه 1 جيجا مثلا، واحد قرر ان هو يتبرع لك ان يوصل لك لغايه البيت سرعه 1 جيجا، بس انت داخليا جوه البيت شبكتك الداخليه لا تسمح اصلا ب1 جيجا، فانت غصب عنك على الرغم ان جاي لك لغايه باب البيت 1 جيجا، بس انت داخليا اخرك 100 ميجا. يبقى الانفراستراكشر الداخليه
لها دور ودور كبير. ده عامل يعني انا متاكد منه، انا متاكد ان الشبكه الداخليه في مصر ما تستحملش السرعات اللي موجوده مثلا في السعوديه اللي هي شبكه حديثه تعتبر. بس هو حتى السرعات الجديده دي كلها بتبقى كلها هوائي، ما بتبقاش حاجه محتاجه انفراستراكشر، فانا كل اللي هحتاجه ان انا اعمل ابراج جديده بس، او مش ابراج جديده، اعدل على ابراج جديده، يعني الابراج الموجوده دي هيتعدل عليها بس. فهل دي يعني هنا ليها ممكن ملهاش علاقه بالنتورك، ليها علاقه بس يعني بسياسات الدوله مثلا؟ دي نقطة تانية. أنا عايز أقول إن الانفراستراكشر ليها دور، وموضوع الأبراج الجديدة مش برضو مش حاجة سهلة برضو، ما زالت محتاجة تغيير. لو أنتم متابعين شبكة، أول شبكة اتعملت للمحمول في مصر اللي هي كانت شبكة موبينيل اللي هي اتحولت لأورنج بعد كده، اتعملت اصلا على ابراج كانت موجوده، هي ما عملتش الابراج بتاعتها في الاول. يعني هم بعد كده عملوا ابراج بس كملوا على الموجود، بس في الاول استخدموا ابراج كانت موجوده من قبل اللي هي كانت اعتقد تبع للجيش يمكن، او تبع يعني كانت موجوده، مش فاكر بالظبط الجهه اللي هي كانت تبعها، بس هي كانوا خدوا ابراج كانت اوريدي موجوده. ليه؟ لان هم لقوا ان هم علشان يصرفوا على ان هم يعملوا ابراج على مستوى مصر كلها كانت شيء مكلف جدا، مهما كانت الشركه كبيره وعندهم بلايين، بس في الاخر يعني علشان تجيب المردود بتاع اللي انت صرفته ده هتحتاج فتره زمنيه كبيره. فقال لك لا، انا عايز حاجه جاهزه اشتغل عليها، حتى لو الحاجه الجاهزه دي يعني امكانياتها مش هتساعدني قوي، او مش هي اللي هتوفر لي الحاجه الكويسه. فدايما الاقتصاد، انت هتصرف قد ايه ويجي لك قد ايه، ده عامل من العوامل. فبتضطر انك تستخدم انفراستراكشر قليله او تعبانه شويه، بس في مقابل انك انت هتجيب هيترد لك الفلوس اللي انت صرفتها على فتره زمنيه قليله. في عوامل بقى كتيره بقى، يعني في حاجات منها ممكن تكون سياسيه وامنيه وشغلانه تانية بقى، يعني مش عايزين ندخل في الحوارات دي، بس انا على الاقل العامل الفني ده يعني ده عامل مهم ماشي. لكن انا برضو ما زلت بقول انا ما عنديش اجابه حاسمه قوي، اللي اقدر افتي فيه هو الناحيه الفنيه. في حاجات تانية ممكن تكون غير فنيه وهي برضو متحكمه في عمليه السرعات اللي موجوده. وخد بالك الارسال الهوائي برضو مش هيدينا نفس السرعات اللي بيديها لنا الارسال عن طريق الفايبر او حتى عن طريق كابلات النحاس، ما زال اقل منه. والارسال الهوائي برضه له له مشاكل زي ما احنا شايفين في العالم بره، في ايلون ماسك مثلا بيقول لك انا هعمل كل حاجه بساتلايت بعد كده، فازاي هيبقى اقل منه؟ هو له مزايا بس هو مش هيكافئ السرعه. ساتلايت له مزايا كتير قوي، بس في الاخر مش هي الميزه بتاعته السرعه، يعني عمره ما هيدي سرعه اعلى من الفايبر. لكن الساتلايت ميزته انه حاجة في السماء، حاجة بعيدة، حاجة ما حدش هيعرف يضربها بسهولة، حاجة مؤمنة، حاجة يعني تقدر تمد الحتة مجهولة ما كنتش عارف توصل لها بالكابلات، في حتة يعني صعب انك انت توصلها يعني اقتصاديا حتى. يعني انت لو حبيت دلوقتي تعمل شبكة توصل اطراف حدود جمهورية مصر العربية، المساحة اللي بيننا وبين ليبيا دي كلها، الصحراء دي كلها، هتروح هناك تمد ابراج وتمد كابلات والكلام ده، فانت كده معلش يعني سوري اقتصاديا تبقى يعني لا يجوز. يعني انت كده تصرف كتير قوي على ايه؟ على كام واحد هيعمل اتصال هناك؟ انما ساتلايت واحد هيغطي المنطقه، فبالتالي اقتصاديا الساتلايت اوفر، انما مش من ناحيه السرعه. السرعه دي عامل تاني. هي يعني ملخص الاجابه انه في عوامل كتير قوي، انا ما اقدرش الم بكل العوامل، بس انا اقدر افتي في الناحيه الفنيه، الانفراستراكشر بتاثر، الاقتصاد والعائد اللي بيجي لك ده عامل مؤثر، في هنا في عوامل تانية امنيه وسياسيه برضو داخله في الموضوع، وفي بقى عوامل تانية انا مش عارفها، انا ما اقدرش الم بكل العوامل اللي بتقول ليه الفرق السرعه يكون بالشكل ده. يعني انت لو عارف حاجة مؤكدة قولها لي. دكتور، هو في سؤال، هو دلوقتي انا كنت قريت ان مثلا مصر عايزة تدخل 5G، طب هم عشان يدخلوه بيعملوا ايه؟ 5G ده معناه فنيا هتغير
الابراج المحمول، الاجهزه اللي على الابراج المحمول دي حاجه. تاني حاجه انت محتاج المساحه اللي بيغطيها البرج الواحد هتقل، يعني لو في عندك مدينه مغطيه، مدينه مثلا العاصمه الاداريه ولا مدينه الشروق ولا ما اي مدينه من المدن الجديده مغطيها مثلا ببرج ولا ببرجين، لا انت حتى على الاقل هتضاعف العدد ده، بدل ما هو برج تخليه اتنين، بدل ما اتنين تخليهم اربعه، فانت محتاج تقلل مساحات اللي حوالين كل برج. ثالثا انت هتستخدم ترددات اوسع، رينج اوسع من الترددات، وده قد انا ما اعرفش بس قد يتعارض مع حاجات تانية مستخدمة ترددات داخلة ضمن الـ 5G، فلابد انك تنسق مع كل الجهات اللي بتستخدم ترددات الارسال الهوائي. طبعا في نواحي تانية بقى اللي هو هل يا ترى فيها ضرر ولا مفيهاش ضرر، بقى ندخل في النواحي الصحية، وصحية على البشر، صحية على المنشآت، ليها دراسات تانية برضو انا مش ملم بيها كلها، لكن يعني غالبا الناس بتقول ان هي ملهاش يعني تأثيرات سلبية في الحاجات التانية دي. لكن على الاقل انت في الانفراستراكشر محتاج استثمار مش قليل، محتاج تدفع فلوس كتير، ومحتاج تنسق مع الجهات التانية اللي بتستخدم الرسالة الهوائي، وفي نفس الوقت اقتصاديا هتحسب العائد منها. انت لما هتعمل الكلام ده هتوفر للناس سرعات اعلى، ليه؟ هل الناس هتدفع لك فلوس اكتر ولا مش هتعرف تاخد منهم فلوس تغطي الاستثمارات دي؟ لو مش هتعرف يبقى سيبهم زي ما هم كده شغالين في الفور جي ومبسوطين قوي. لو هتعرف تلم الفلوس اللي انت دفعتها في خلال فترة زمنية قليلة ماشي. فهي الموضوع برضو ما زلنا بنقول له حسابات معقدة، بس الفايف جي مش بعيدة، يعني ممكن. هي غالبا احنا في مصر ما بنعملش الحاجة غير بعد ما تكون طلعت برة واستقرت واشتغلت بقالها 10 سنين نبتدي نفكر فيها عندنا. فهم برة لسه، يعني لسه مش كل الفايف جي ما اشتغلتش في كل حتة برة. طالما برة نفسهم لسه ما انتشرتش بالشكل الكافي، يبقى احنا في مصر ما نحلمش بيها دلوقتي، نحلم بيها لما برة تكون هي اكتملت. احنا يعني كويس قوي ان احنا يبقى عندنا 4G اصلا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. شكرا. هم كويس ان هم عندهم 4G، واحنا كويس اصلا ان احنا عندنا 4G اساسا. الحمد لله، بس هي بس تشتغل، يعني المهم ما تقطعش علينا. يلا الحمد لله. طيب يبقى احنا عندنا ما بين كل مجموعة من المجموعات المركزية الكبيرة طبعا وحدات نقل ضخمة بتنقل بمعدلات عالية جدا جدا جدا، لانها طبعا بقى معدلات متجمعة، كم داتا متجمع من دول كتيرة بيتم نقله، فبالتالي مش عايزين نأخر، فلازم يكون المعدل النقل عالي، فده له طبيعة خاصة. وفي هنا عندنا IXP اللي هو الانترنت اكسشينج بوينت، وحدات مركزية كبيرة برضو بتساعد في عملية النقل من وحدة كبيرة إلى وحدة كبيرة، وبتقوم بعملية الراوتينج. يعني برضو أنا هنا بحتاج يعني عايز أنقل من الراوتر ده إلى راوتر، طبعا ده يعني راوتر مركزي بيضم مقدمين خدمة في مجموعة دول، إلى مثلا راوتر في المجموعة دي، فعنده طريق إنه يعدي من IXP ده ويدخل هنا ويبتدي يكمل طريقه جوه، أو إنه هو يدخل يمشي شوية لغاية IXP تاني. يبقى عندنا وحدات كمان بتعمل راوتينج على مستوى المجموعات المركزية الكبيرة دي، وبتستخدم بروتوكول اللي هو اسمه Border Gateway بروتوكول، بروتوكول خاص بالنقل عبر الوحدات الكبيرة. فالتشكيلة الكبيرة دي، الصورة الكبيرة بتاعت الانترنت دي، احنا صحيح احنا اشخاص عاديين بنستخدم الانترنت بشكل عادي، مالناش دعوة بالكلام اللي بيحصل ده، بس هو هنا عايز يورينا انه في على المستوى الاكبر في حاجات مخصوص معمولة علشان تساعد على نقل الداتا من جهات حوالين العالم الى جهات اخرى. هنا برضو مازال بيقول انه ممكن يبقى فيه بعض الشبكات الاقليمية ريجيونال، يعني ممكن يبقى فيه منطقة معينة تبقى لها شبكة تضمها مع بعضها. الكونتنت بروفايدر نتورك دي الشبكات مقدمة كونتنت، كلمة كونتنت هنا المقصود بها انها شبكات على الانترنت، يعني الانترنت هو عبارة عن كل الشبكات اللي موجودة حوالين العالم
اللي عايزه تدخل تترابط مع بعضها. بس في بعض الشبكات دي داخله علشان تقدم محتوى اللي هي مواقع بقى الانترنت المختلفه، سواء بقى الحاجات اللي تبع جوجل، تبع مايكروسوفت، تبع فيسبوك، تبع مش عارف ايه، تبع ايه. فدي مش مجرد انها اجهزه مترابطه، لا، دي اجهزه عليها مواد الناس بتدخل تشوفها. فدي اللي مسميها الكونتنت بروفايدر نت. الشركات الكبيره زي جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وغيره، هم في حد ذاتهم شبكه من الاجهزه، يعني هم عندهم اجهزتهم المترابطه، يعني هم في حد ذاتهم شبكه كبيره، ممكن لوحدهم كده يعتبروا انترنت، كل واحد فيهم انترنت لوحده، انترنت صغير لوحده، هو شبكه من الشبكات في حد ذاته. مايكروسوفت عندها شبكات متراميه الاطراف حوالين العالم متوصله ببعض، طبعا جوجل نفس الكلام، فيسبوك نفس الكلام. فهم في حد ذاتهم كل واحد فيهم عباره عن انترنت صغير، وهم نفسهم متصلين بالانترنت الكبيره، بس هم يختلفوا ان هم في حد ذاتهم مقدمين لمحتوى الناس بتدخل عليه، فلهم وضع خاص في الانترنت. يعني ما هماش مش زي الاجهزه العاديه، مش زي جهازي واي جهاز، حتى لو جهاز سيرفر عادي برضو مش بنفس لان هو في الاخر شبكه صغيره غير الشبكه الكبيره. فجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك والى اخره من الشبكات الكبيره دي لهم وضع خاص في الانترنت، عشان كده هو هنا حطهم يعني ضمن المرحله الاولى او تير 1 اي اس بي، تير 1 مقدمين الخدمه. جوجل تعتبر واحده منهم، ومايكروسوفت تعتبر واحده منهم، وفيسبوك يعتبر واحد منهم، لان له هو في حد ذاته انترنت صغير، هو في حد ذاته شبكه من الشبكات لوحده كده، حتى لو انفصل عن العالم فهو في حد ذاته كم كبير جدا من الاجهزه المتراميه الاطراف والمتوصله بكابلات، وله شبكته الخاصه، وفي نفس الوقت الناس نفسها محتاجاه، والناس بتدخل عنده في شبكته عشان تاخد او تتفرج على الحاجات اللي عنده. دي طبعا بيعرض لنا شبكة داخل الولايات المتحدة. ننقل بقى على حتة فنية تاني، نسيبنا شوية من شكل الشبكة وندخل بقى على نواحي قياسات الشبكة. فدخل هنا على how do loss and delay occur، كيف يحدث الفقدان، فقدان الداتا وتأخير الداتا. ورجع تاني هنا ورينا الصورة بتاعت اني عندي جهازين متصلين براوتر، الراوتر ده بيستقبل الداتا اللي جاية من كل جهاز ويخزنها زي ما قلنا عنده في الميموري، ثم عنده خطوط خارجة. هنا في الرسمة دي عندنا خط واحد بس خارج لراوتر تاني، فالمفروض ان هو بياخد من المتخزن ده ويبتدي يحط على الخط حسب معدل الخروج المتاح لي. طيب يبقى عندنا هنا الباكتس، الداتا باكتس اللي جاية بيتم تخزينها، ولما يجي دورها تطلع ودي تنزل على الخط. زمن التخزين، فترة التخزين دي بنسميها الكيوينج ديلي، كيو اللي هي طابور، يعني واقفه في طابور ومستنيه دور زي اي طابور في اي حاجه في حياتنا، واقفين مستنيين دورنا يجي قد ايه الله اعلم، ما عنديش رقم معين. انت ممكن تروح تعمل خدمه معينه من اي جهه من الجهات وتلاقي نفسك رحت لقيت المكان فاضي وانت اول واحد على الشباك، حظك حلو. ممكن تروح تلاقي واحد قدامك او اثنين او ثلاثه او 10، وحتى بغض النظر عن العدد اللي انت لقيته، الموظف اللي قاعد بيعمل لك الخدمه ممكن يكون صاحي ونشيط ويؤدي لك الخدمه بسرعه، او يكون نايم وبيخلص الواحد في نص ساعه. فما عندناش معادله ثابته اقدر احسب بيها الكيوينج ديلي، لكن هو هنا ده من ضمن الحاجات المؤثره جدا على زمن وصول الداتا من البدايه للنهايه. لو ما فيش حد هيتكلم يا جماعه اعملوا ميوت لل طيب لو الخط اللي خارج ده عليه مشكله او في زحمه عاليه جدا، هيبتدي الباكتس اللي جايه الى الراوتر تتراكم داخل الميموري، والميموري ليها اخر، ليها حد اقصى. طيب وصلنا للحد الاقصى، ايه اللي هيحصل؟
خلاص ساعتها الباكتس اللي جايه دي هيتم رفضها. الراوتر هيقول انا مش قادر استحمل، انا عندي جوه ومش عارف اوديهم فين، لسه الخط اللي خارج ده مشغول. فاحنا هنا ما بين خيارين، يا اما يرفض اللي جاي، واللي جاي ده كده هيكون حصل له لص، وبالتالي ده هيعيد ارسال من جديد، وطبعا هيعيد ارسال، يا اما يعيد ارسال لنفس الجهه او يشوف جهه تانية لو عنده اتصال مع راوتر تاني، او ان اللي جاي ده يتقبل، بس معنى كده انه لازم ياخد مكان حاجه من اللي موجوده. يعني الراوتر نفسه قد يتخذ قرار بانه يرمي حاجه من اللي متخزن عنده عشان يستقبل حاجه جديده. ازاي الكلام ده يحصل؟ لو كان الباكت اللي متخزن عنده عمرها انتهى، كل باكت ليها عمر، لو عمرها انتهى يرميها، لو عمرها ما انتهاش ممكن ياخد قرار انه يسيبها، بس في نفس الوقت هيرمي اللي جاي جديد، وبالتالي الجهاز ده يشوف له طريق تاني، يحول تاني مع الراوتر ده، يمكن يكون الطريق بقى سالك. في كل الاحوال هيحصل لوس. طيب يبقى هنا مصادر التأخير اللي بيحصل، أو يعني الزمن اللي بتاخد الباكت داتا باكت من ساعة خروجها من أول المصدر إلى النهائي النهاية، هو هنا حطهم في أربع أنواع من التأخيرات أو الأزمنة. إحنا كنا شفنا قبل كده مع بعض، كانت أول معادلة شفناها الترانسميشن ديلي، وهو زمن نزول الباكت، نزول البيتس على الخط. يبقى اذا الجهاز ده نفسه في حد ذاته عشان الباكت تنزل كمجموع البيتس على الخط هتاخد ترانسميشن ديلي، ثم تنتقل من كل بيت تنتقل من اول الخط لاخره بسرعه تقارب سرعه الضوء، ليست مثلها ولكنها تقارب سرعه الضوء، وده اللي بنسميه البروباجيشن ديلي. ثم يتم استقبالها هنا في الراوتر ويتم تخزينها، وتقعد زمن الله اعلم قد ايه، هنسميه كيوينج ديلي. ثم يجي دورها وتنتقل من الراوتر للخط، فتنزل هنا على الخط تاني بيت بيت بترانسميشن ديلي، بس المره دي ترانسميشن ديلي يعتمد على الخط اللي هنا، السرعه بتاعت نقل الداتا على الخط ده، ثم تنتقل على الخط ده بسرعه تقارب سرعه الضوء اللي هي مسمينها بروباجيشن ديلي. وهكذا يبقى عند كل وصله ما بين جهازين بيبقى عندنا اربع انواع من الازمنه. زمن احنا ما قلناش البروسيسنج ديلي كمان. الراوتر ده ساعه لما يستقبل الباكتس اللي جت من الجهاز هيبتدي يستقبلهم من على الخط، ويبتدي يبحث في هل الداتا اللي جت سليمه ولا مش سليمه. ما هو ممكن يكون وهي جايه حصل فيها تشوه، في نويز، شوشره، لو هي جايه على خط نحاس حصل شوشره من اسلاك كهربيه جنبها او من دوائر كهربيه ادت الى ان حاجه ارتفع مستوى الطاقه فيها، وبالتالي اصبحت اختلفت، بدل ما هي 1 بقت 0، او بدل ما هي 0 بقت 1 الى اخره من التشوهات اللي ممكن تحصل. فلازم هو يتست على الحاجه اللي جايه دي، تشيك عليها يشوف هل حصل فيها مشاكل ولا لا. فده زمن برضو بنسميه البروسيسنج ديلي. يبقى احنا عندنا البروسيسنج ديلي، زمن المعالجه، معالجه البيانات ونشوف هل هي نتاكد الداتا سليمه ولا لا، زمن الانتظار كيوينج ديلي، زمن النقل من الجهاز للخط ترانسميشن ديلي، زمن الجري على الخط البروباجيشن ديلي. ده هيحصل عند كل جهاز، عند كل راوتر بيستقبل ويرجع ثاني يحط على الخط. الترانسميشن ديلي ده اللي كنا اخذنا معادلته في الاول يساوي عدد البيتس الموجوده في الداتا باكت اللي هو L على سرعه تشكيل الداتا على الخط اللي هي R، فزمانها L على R. البروباجيشن ديلي المسافه بالمتر بالامتار على سرعه البروباجيشن سبيد اللي هي تقارب سرعه الضوء. هو هنا ادهالنا ب 2 في 10 اس 8، هو سرعه
الضوء المفروض 3 في 10 6 ثواني، ودي اعتقد ان هي المفروض دي قصه 3 مش 2، يعني 2 دي غلط، هي 3 في 10 اس 8 مش 2، بس هي فعليا سرعه الخط نفسه مش هتكون بتساوي سرعه الضوء، يعني هي المفروض تكون اقل، بس مش من 3 ل 2، لا يعني مش لدرجه انها تنزل من 3 ل 2، انما هتنزل من 3 ل 2.9 من 10، 2.8 من 10 ماشي، انما ما تنزلش من 3 ل 2، فهي 3 في 10 اس 8 وليست 2 في 10 اس 8. وقلنا قبل كده انه البروباجيشن ديلي زمنه قليل جدا جدا مقارنه بالترانسميشن ديلي، عشان كده غالبا بيهمل، ولكن في بعض الاحيان بيتم يعني بنلاقي ليه قيمه نقدر نجمعها، فبالتالي بنسيبه. يعني بيشبه عمليه نقل الداتا، او عايز يمثلها يعني بصوره اقرب الى الخيال المستمع، بعربيات عربيات ماشيه في طريق، الطريق ده عليه كارتتين، فالعربيات تمثل، كل عربيه تمثل 1 بيت، ومجموعه العربيات تمثل باكت، قافله من العربيات كارافان يحتوي 10 عربيات، كل عربيه كانها 1 بيت، فكان الباكت ايكوال 10 بيتس، الباكت تحتوي على 10 من العربيات فتمثل 1 باكت. كل بيت من دول اول ما وصلت للكارته اللي هي الراوتر في التشبيه بتاعنا، يعني هتاخد 12 ثانيه علشان تعدي من الكارته وتبتدي رحلتها على الطريق السريع الناحية التانية، اللي هو ما بين الكارتة دي والكارتة دي، اللي هو ما بين راوتر وراوتر. الرحلة هنا على الطريق السريع بسرعة 100 كيلو في الساعة، هو كاتبها هنا 100 كيلو في الساعة، والطريق ده نفسه طوله 100 كيلو، يعني إذا هي لو مشيت بسرعة 100 كيلو في الساعة هتاخد المسافة من الكارتة الأولى للكارتة التانية في ساعة، بس أصلا هي علشان تنزل على الخط تدخل على الطريق نفسه هتاخد 12 ثانية قبل ما الراجل يدفع فلوس وياخد الايصال ويعدي ناحيه ثانيه. How long until caravan is lined up before second toll booth؟ فهو عقبال بقى ما ال 10 عربيات دول يعدوا ويوصلوا للكارته الثانيه هياخد وقت قد ايه؟ اول عربيه هتاخد 12 ثانيه ثم ساعه توصل هنا. اثناء الساعه دي هتكون ثاني عربيه اخذت 12 ثانيه، وكذلك ثلاث عربية، وكذلك رابع عربية، لغاية آخر واحدة في العشر عربيات هتكون عدت أخذت 12 ثانية ثم ساعة. إذن المسافة من أول عربية لغاية آخر عربية عقبال ما آخر عربية نفسها توصل عند الكارتة الثانية هتاخد زمن قد إيه؟ حد يقول بسرعة، عقبال ما آخر عربية من العشر عربيات توصل عند الكارتة التانية. مية وعشرين ثانية دي علشان عشان ايه؟ عشان تعدي الكارتة الاولانية. بس هي في هنا ساعة عشان توصل من الكارتة الاولانية للكارتة التانية. يبقى ساعة عشان ساعته دقيقتين. بالظبط كده، ساعة و 120 ثانية، يعني ساعة ودقيقتين بالظبط. يبقى هي آخر عربية قبليها تسع عربيات وهي العشر، كل واحدة من العشرة دول هياخد 12 ثانية عشان يعدي، يبقى إذا آخر واحدة هتكون عدت بعد 10 في 12 ب 120 ثانية، يعني دقيقتين. طيب هي عدت من أول كارتة بس لسه هتاخد ساعة عشان توصل لآخر كارتة تانية، يبقى هي هتاخد ساعة زائد 120 ثانية، يعني ساعة زائد دقيقتين. يبقى كده هيكون آخر عربية في الكارافان ده وصلت للكارتة تانية بعد ساعة ودقيقتين. دكتور أنا في حتة تهت فيها، في حاجة كده سقطت مني في النص. دلوقتي اللي أنا فهمته إن العربية الواحدة سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، صح كده؟ ولا كل العربيات ولا إيه؟ الجزء في كل العربيات مع بعض، يعني كل واحدة في العربية بس في الحتة دي.
ليه قبل تول بوس واحد؟ ما بين تول بوس والتول بوس الثاني. طيب هما هنا واقفين خلاص، هنا دول واقفين طابور. تمام. طيب التول بوس تيكس 12 سكندز، دي بتاعت ايه؟ تو سيرفيس ا كار، يعني العربيه الواحده هتحتاج 12 ثانيه عشان توصل من التول بوس الاولانيه للثانيه، صح؟ لا. كده عشان عشان تعدي من الناحيه دي، هو العربيه دي هي واقفه والراجل هيبقى واقف هنا في الشباك، وده بيدفع له فلوس ويدي له ايصال، وبعد كده العربيه يعني بعد ما تاخد الايصال دي هتاخد 12 ثانيه. ايوه يعني ان انا اعدي أيوة. اصلا التول بوس هتاخد 12 ثانيه وساعه عشان تعدي من التول بوس الاولانيه للثانيه. ايوه بالظبط كده، بالظبط. وفي وقت فاصل بين كل عربيه وعربيه؟ لا هنا يعني طبعا احنا بنقرب هنا، يعني هنعتبر ان لا، ان اول ما الاولانيه تعدي الثانيه تروح على طول دخلت ورها على طول. تمام اوكي. يعني دخلت تاخد 12 ثانيه برضو. مش دخلت أيوة. يعني هتعدي. يعني في الساعه، في خلال الساعه بتاعت العربيه الاولى تكون العربيه الثانيه عدت ومشيت وراها وهكذا. ايوه بالظبط. بالتقريب ده اللي خلاها نسميها باكتس، لانها كونتينوس مع بعض. بالظبط كده، الله ينور عليك. تمام. طيب ممكن حضرتك تقول تاني بقى الحسبه، بس مش بالشرح الحسبه زي دلوقتي، انا اقصد الجزء اللي على اليمين اللي هو من اول تايم تو بوش انتاير روت بوس انتو هاي واي. طيب احنا قلنا اول واحده هتاخد 12 ثانيه وتعدي، ماشي، وهتنطلق في الطريق، ماشي كده 12 ثانيه. طيب اللي بعديها هتكون دخلت بعديها على طول، هي كمان هتاخد 12 ثانيه وتعدي، يبقى كده 2 في 12. واللي بعديها هتكون وراها على طول تاخد كمان 12 ثانيه، يبقى 3 في 12. حضرتك فاهم يا دكتور؟ من اسباب نفسها بس. ماشي. يبقى ال 10 اخر واحده في ال 20 ثانيه، ده عشان اعدي طول. بالظبط كده. طيب اثناء ما يعني اخر واحده دي طبعا كانت عقبال ما عدت كان فات 120 ثانيه من اول واحده، تمام، بس كانت اول واحده خلاص انطلقت وزمانها يعني ايه، طبعا لسه ما وصلتش بس يعني مشيت شويه، بس اخر واحده فيهم اللي عقبال ما عدت كنا اخذنا 120 ثانيه من اول عربيه لغايه اخر واحده. اخر واحده بقى بعد ال 120 ثانيه دول هتاخد ساعه عشان توصل. طبعا عقبال ما اخر واحده توصل هيكون اصلا اللي قبليها خلاص يعني كانوا وصلوا. تمام. هو عايز الزمن بس لغايه تاني كارته، مش عايز بعد ما نعدي تاني كارته، ملوش دعوه، هو بس عايز وصلها لغايه باب الدخول بتاع تاني كارته. فهتبقى هي الساعه اللي هو الوقت الطبيعي بتاع العربيه انها توصل من طول لطول بلس الدقيقتين اللي هي بتاع اللي هي بتاعت ان انا اعدي طول واحد، فساعه ودقيقتين. تمام، شكرا يا دكتور. فهنا كان الحساب 62 دقيقه. طيب نفس المثال بس المره دي لعب شويه في الارقام، قال لك افترض ان العربيات تقدر تمشي بسرعه 1000 كيلو في الساعه. طبعا ده مش عمليا خالص، مفيش عربيه تمشي بالسرعه دي، بس يعني هو هنا عايز بقى ايه يعني يدخلنا في فرق السرعات اللي هو بيحصل مع الداتا نفسه. فافترض ان هو في المسافه اللي هي 100 كيلو دي هتمشي ب 1000 كيلو في الساعه، وافترض انه toll booth now takes 1 minute to service a car، انه الكارته دي هتاخد دقيقه علشان تخدم كل عربيه، يعني نزود الوقت بتاع الكارته بدل ما 12 ثانيه خليها دقيقه، وقلل الوقت اللي العربيه بتمشي فيه من الكارته الاولى للكارته الثانيه، بدل ما هي كانت هتاخد ساعه لانها كانت ماشيه بسرعه 100 كيلو في الساعه وهم اصلا 100 كيلو، دلوقتي هتمشي بسرعه 1000 كيلو في الساعه وهي 100 كيلو، يبقى هتاخد وقت قد ايه من البدايه للنهايه؟ 1 على 10 تقريبا، يعني 1 على 10 من الساعه اللي هي 6 دقائق، هتاخد 6 دقائق من ساعه خروجها من هنا لغايه وصولها للناحيه الثانيه، ودقيقه عشان تعدي يبقى كده 7 دقائق. بالظبط كده، يبقى هي هتاخد دقيقة تعدي وبعدين 6 دقايق كده 7 دقايق. طيب هو هنا بقى عنده هدف تاني من السؤال. Will cars arrive to second booth before all cars serviced at first booth؟ يعني دلوقتي أول عربية أخدت دقيقة ثم 6 دقايق كانت وصلت هنا. في أثناء الست دقايق دول إيه اللي حصل؟ إحنا عندنا دول 10 عربيات.
اثناء الست دقائق دول تاني عربيه كانت عدت من هنا بدقيقه وبرضه انطلقت، وتالت عربيه عدت في دقيقه. احنا عندنا 10 عربيات ودول، واول عربيه اخذت 6 دقائق، ففي خلال الست دقائق دول في 6 عربيات عدوا هم كمان. طب انا عندي 10، مش كل العربيات عدت، انا عندي 10 بالظبط. فهنا لو احنا زودنا السرعه بتاعت ما بين الكارتتين، العربيه الاولى هتكون وصلت للنهايه على الرغم ان بقيه العربيات بقيه الباكت لسه اصلا بتنزل على الخط. فهو هنا بقى ايه، عايز يقرب من اللي بيحصل على الخطوط الداتا، انك فعلا عندك سرعه البروباجيشن سبيد على الخطوط اعلى بكتير من سرعه نزول الداتا من الجهاز على الخط. هو الدكتور واقف يا جماعة صح؟ جدعان ليه في النص هتاخد 6 دقايق دي مش مجمعة؟ قول تاني كده ما سمعتكش. ليه في النص هتاخد 6 دقايق دي؟ دي الفرضية اللي هو افترضها، مجرد الفرضية اللي هو حطها لك في السؤال. يعني هي بتمشي 1000 كيلومتر في الساعة والطريق 100 كيلو، فهو حسب دي بقى ازاي؟ 100 على 1000 مش عارف حسب دي ازاي. هو قال لك انا عايز امشي العربيات دي تمشي معاك لحد ما توصل تبقى 6 دقايق، وانت معاك 10 عربيات، وعايز افهمك فكرة ان انت لو انت هتقعد حبة عشان خاطر تطلع من الكارتة، فده مش هيكون مثلا معاك زي سرعتك على الطريق. بكل بساطة ده وصل بسرعة، في سرعة يعني ساعة سيدي ان شاء الله لو نص ساعة، بس في نفس الوقت كان في واحد تاني لسه بيدفع الحساب فتأخر في دفع الحساب. بس فادي الفكرة اساس ان انت عقبال ما تطلع على الخط وتطلع بسرعة الضوء يا سيدي، السرعة وصلت وصلت لك المعلومة، بس لسه اساسا على الراوتر الرئيسي اللي بيطلع المعلومة لسه بتتراجع، لسه بيشوف الدنيا. بكل بساطه وسرعتك على النت ان هو بيقول لك انا هطلع لك البيانات دي بسرعه مراجعه وسرعه تحليل قد ايه. طبعا فاهم حاجه؟ الحمد لله. طب انت لسه واقف، انت لسه واقف معاك حته 6 دقايق صح؟ دي دلوقتي هو مش قال لك suppose cars now propagate at 1000 كيلومتر بير اور، يعني العربيه بتعدي 1000 كيلومتر في الساعه الواحده صح ولا لا؟ تمام. اكتب عندك في الورقه 1000 وطلع سهم كده واكتب 1 اور وتحتها 100 كيلو وسهم وعلامه استفهام. انت عايز تفهم علامه الاستفهام دي قد ايه، هتعمل كروس مالتيبليكيشن زي ما كنا بنعمل في الكيمياء زمان في المعادلات في ثالثه ثانوي. انها نفس الفاريبلز تحت بعض، فانت هتلاقي نفسك ضربت 1 اور في 100 كيلو متر على 1000، يعني 100 كيلو متر على 1000 عشان انت عندك هنا 1 اور، فهتطلع عشر ال 1000 كيلو متر اللي هي 6 دقائق او 10 ساعه اللي هي 6 دقائق 10 ساعه. تمام. وصلت لك كده المده اللي انت كنت تسال عليها؟ هو من الاخر اصلا بيعمل المثال ده عشان يفهمك الدي دي اللي بروسيسنج والدي كيوينج والدي ترانسميشن، اللي هي كيوينج اللي انت بتستني في طابور العربيات، والبروسيسنج اللي هو وانت واقف عند الكارته بتاخد الكارته، والترانسميشن اللي هو المسافه اللي انت هتقطعها بين الكارتتين. بس مش كلهم بيتحسبوا في نفس المساله صح؟ يعني مش شرط يبقى كلهم بيتحسب، مش كلهم، مش شرط تقوم منك كلهم غالبا بنهمل الترانسميشن لانها تبقى قليله جدا، يعني التايم بيبقى قليل، لكن بنحسب الكيوينج وبنحسب البروسيسنج. الكيوينج ده اللي هو زي ما هم واقفين كده ومستنيين. ايوه زي ما هم مستني دوره عشان يدخل على الكارت، والبروسيسنج ده اللي هو هو داخل الكارت. ده مثال يعني ملوش علاقه بالبروبجيشن ديلي. ده بقى اللي هو هو بيمشي ولا مش ده؟ بروبجيشن ديلي ما هو الديلي عموما بروبجيشن اللي هو بتاعه المسافه او يعني بتاع مش على الخط. لا لا ما مش على الخط، دي ترانسميشن المفروض يعني. أيوة شباب أنا معك تاني، في مشاكل في الكلام ولا إيه؟ إحنا كنا لازم نتناقش يا دكتور، هو المسافة بين الكارتة الأولى والكارتة الثانية دي تبقى تعتبر delay transmission ولا delay propagation؟ propagation.
امال الترانسميشن اللي هو امتى، لحظه نزوله، لحظه طلوعه من الكارته ودخوله الطريق مثلا. ايوه بالظبط دي اللي هو اللي كانت 12 ثانيه في السلايد اللي فاتت، وهنا بيقول عليها دقيقه. دي الترانسميشن دلوقتي. بس مش المفروض الدكتور دي البروسيسنج اللي هي لما يدخل على الكارته و... لا هو هنا البروسيسنج يعني زي ما تقول داخل جوه الزمن ده، بس هو يعني البروسيسنج في الباكت كان بيعمل عمليات مختلفة شوية، اللي هو بيتشك على حاجات معينة، بيتشك على ان في باكت ايرور او كده. فهنا ما فيش تشك على العربيات، يعني هو هنا جاست بيعمل بروسيس روتينية بتاخد زمن محدد. فيعني يا اما نفترض ان البروسيسنج داخل ضمن الترانسميشن ديلي، او نفترض ان هو مش موجود خالص وان ده ترانسميشن ديلي بس. يعني هو هنا ال 12 ثانية او الدقيقة في السلايد اللي قدامنا دي هي بالاساس ترانسميشن ديلي، عايز نقول انها ترانسميشن زائد بروسيسنج مفيش مشكلة، او نقولها ترانسميشن بس. تمام. لكن الزمن من الكارتة الاولى للتانية ده بروباجيشن، فده بيعتمد على المسافة وعلى السرعة. تمام. ففي الحالة دي العربية هتاخد 6 دقايق علشان سرعتها 1000 كيلو في الساعة وهو 100 كيلو، هتاخد عشر الساعة يعني 6 دقايق. وبالتالي في عقبال ما العربية الأولى أخذت هنا دقيقة وهنا 6 دقايق، ففي الست دقايق دول هيكون في 6 عربيات عدوا، وما زال لسه في 4 عربيات أصلا لسه ما عدوش من الكارتة الأولى. وده اللي فعليا بيحصل في الداتا، لأنك عندك سرعة البروباجيشن اللي هي الداتا بتجري على الخط سرعة عالية جدا، فهتكون الباكت لسه بتنزل في البيتس بتاعتها، أصلا البيتس الأولانية وصلت للراوتر الثاني، بينما لسه بقية الباكت أصلا ما كانتش نزلت على الخط من الراوتر الأولاني. فهو هنا بيشبه الكلام ده بالمثال اللي موجود قدامنا يعني. طيب الكيوينج ديلي احنا قلنا عندنا 4 ديليز، الترانسميشن والبروباجيشن، ودول اللي بنحسبهم، والكيوينج والبروسيسنج. وقلنا الكيوينج ده غير معلوم يعني متغير ويخضع لبارامتر كتير قوي، ما نقدرش نحط له حاجه ثابته يعني. لكن للناس اللي بيهتموا بالكواليتي اوف سيرفيس، مستوى الخدمه و كويس يعني الحاجات ما تاخرش كتير، فبيحاولوا يدرسوا متوسط الديلي اللي ممكن يحصل ويظبطوا على اساسه. يعني انا لو عايز اخطط شبكه بدرس معدل الترافيك اللي موجود بالتقريب، واشوف كده انا لو عايز الترافيك ده يتم استيعابه وما يقعش منه كتير، انا المفروض احط راوتر مساحه التخزين فيه قد ايه، الكابل اللي داخله واللي خارج منه سرعتهم قد ايه. فلازم وانا بصمم يكون عندي معلومات، فمن ضمن المعلومات دي المتوسط بتاع معدل مجيء الباكت ومعدل خروجها. ده برضو نفس الكلام زي ما قلنا قبل كده، التشبيه انه بيحصل في الطرق. لما باجي اخطط ميدان المفروض اني اشوف كام شارع داخل ومتوسط عدد العربيات اللي بتدخل معدلها قد ايه، واشوف اللي بيخرج قد ايه علشان في الاخر ما اعملش زحمه. فهنا بيقول لو عندي الدخول للراوتر باكت ارايفال ريت هو ايه، ومعدل الخروج هو ال على ار. يعني احنا عندنا قبل كده معدل الخروج اللي هو ترانسميشن ديلي، اللي هو الباكت لينس، والار اللي هي سرعه نزول او تشكيل الداتا الوانز والزيروز على الخط، يبقى ال على ار معدل الخروج، بينما اللي يقابلهم معدل الدخول A، ف A مديها بوحدات باكت ارايفال ريت، بينما الخروج مديها لازم نعملها ال على ار عشان تبقى معدل خروج بالبيتس بير سكند. طيب علشان الدنيا تبقى مظبوطه لازم معدل الخروج يكون اكبر من او يساوي في الحاله الاسوا خالص معدل الدخول، والا لو كان معدل الدخول اكبر من جوه الراوتر. والكلام ده
حين حصل لفترة زمنية فلابد ان هو يكون فترة زمنية قليلة ما يكونش مستمر. يعني انا ممكن في وقت من الاوقات يكون معدل المجيء الباكتس الى الراوتر عالي عالي عن الخروج ماشي، بس بقى فترة زمنية قد ايه؟ سنتين تلاتة عشرة دقيقة الراوتر قدر يستحمل ويخزن، بس بعد كده الراوتر مش هيقدر، هيبتدي يوقع. يبقى بالتالي لو حصل ان الـ A اكبر من الـ L على R لفترة زمنية قليلة يبتدي ايه؟ اول ما معدل الدخول يقل يبتدي يفضي من اللي عنده ويخرج، لو زادت الموضوع هيبتدي ايه؟ ما يقدرش يتجاوب معاه ويبتدي يوقع من الباك الصعب. عشان كده هو عمل العلاقة L A على R، درس العلاقة دي اللي هو معدل مجيء الباكت ومعدل خروجها. فالمفروض ان ال LA على R تكون اقل من الواحد، ده في الحالة دي لو حصل انه لو هي اقل من الواحد وبقت اقل بكتير كلما اقتربت من الزيرو كلما كان معدل انتظار الباكتس جوه الراوتر قليل اللي هو الكيوينج ديلي، كلما اقتربنا من الواحد اصبح هناك انتظار هيحصل. هنا الكلام ده متوسط، يعني ايه؟ اوقات زادت عن الواحد وفي اوقات اخرى اكثر قلت عن الواحد. طالما في الاوقات اللي قلت فيها عن الواحد والواحد هنا معناه ان معدل يعني واحد بالظبط معناها معدل مجيء الباكت يساوي معدل خروج الباكت. احنا قلنا الكلام ده مش عايزينه يحصل، احنا عايزين معدل مجيء الباكت يكون اقل. طيب هل ممكن اتحمل ان هو يكون بيساوي واحد او اكتر من واحد بشويه؟ اه ممكن، بس لفترات زمنيه قليله. فلو حصل كده انه فترات زمنيه قليله زاد عن الواحد بس في الفترات الاكتر قل عن الواحد، هيحصل في الاوقات اللي فيها معدل مجيء زياده تخزين، وبالتالي هيحصل زمن انتظار نتيجة التخزين. ده الحالة الثانية، بس مازال قادرين ان احنا نفرغ الباكت اللي متخزنة. طيب افرض بقى انه زاد عن الواحد لأغلب الوقت، يعني معدل المجيء بقى أكتر من الواحد أغلب الوقت، كده خلاص الموضوع بقى أي زاد عن لوس باكت لوس. دكتور هو الصوت قطع بس معلش ممكن اشرح حته بس. هنا بيقارن معدل مجيء الباكت بمعدل الخروج، والهدف ان معدل مجيء الباكت يكون اقل من معدل الخروج او ما يكونش اكتر منه في فترات زمنيه طويله. فهنا حاطط ثلاث حالات، ان معدل المجيء بالنسبه للخروج يكون قليل اقل من الواحد ويقترب من الزيرو. لو هو اقترب من الزيرو قليل جدا يعني يبقى دايما ايه اللي جاي يعرف يخرج، مفيش انتظار او انتظار قليل جدا. طيب لو المجيء اقترب من الخروج وكان في اوقات معينه بيزيد شويه بس في اغلب الاوقات اقل، هيحصل في بعض الاوقات انتظار وفي اوقات تانية لا. فبالتالي في متوسط معقول مش وحش ممكن نتحمله. لو كان معدل المجيء عالي بالنسبه للخروج كلما عالي كلما اضطرينا نخلي الباكت تتخزن وتنتظر وقت اكتر. ممكن يحصل في اوقات انه خلاص مش قادرين، ما الميموري استوعبت اكبر عدد ممكن وبالتالي يحصل لوست كمان. دول الثلاث حالات اللي هو حاططهم. هنا الكيرف ده بيبين انه مع زياده الترافيك انتنسيتي اللي هي معدل المجيء مقارنة بمعدل الخروج بيزيد الـ average queuing delay، بيزيد زمن الانتظار. طبعا ده متوسط، فلو وصل لواحد يبقى معنى كده انه هيصل. لو فضل ان متوسط معدل مجيء يساوي معدل خروج معنى كده انه دايما ما فيش، يعني هيبقى دايما زمن الانتظار هيزيد جدا.
بحيث ان في ان كل باكت هتيجي لازم هتنتظر، مفيش باكت هتقدر تيجي تخرج على طول لان دايما الميموري مليان. من ضمن الادوات المستخدمه لقياس الزمن، زمن الوصول داتا من البدايه للنهايه، اللي هو برنامج اسمه تريس روت. فهنا اي جهاز قبل ما يجي يبعت الداتا بتاعته بيقيس، بيشوف يعني الطرف اللي قدامه، الراوتر اللي قدامه صاحي ولا مش صاحي، موجود شغال ولا مش شغال. فبيبعت كده ثلاثه باكتس صغيره بسميهم هنا ثلاثه دروبس. المفروض الثلاثه دول بيروحوا ويرجعوا في زمن معين، هو بيقيس الزمن ده. لو في الثلاثه راحوا وما رجعوش يبقى معنى كده ان الراوتر ده مش شغال، واقع، يبقى اصلا السكه مقطوعه. طيب لو راحوا ورجعوا بس في ازمان كبيره يبقى معنى كده ان في زحمه، في مشكله. ممكن الجهاز ده لو لقى في مشكله يقرر ان هو ياخد طريق تاني لو عنده طريق تاني اصلا. يعني اللي بيحصل انه اول ما بيبعتهم لاول راوتر وبيرد عليه كده عارف الزمن بينه وبين اول راوتر. تاني راوتر، اول راوتر ده بياخد الباكس برضه ويبعتها لتاني واحد عشان عارف الطريق المفروض يمشي في الطريق ده، فبيشوف برضه بينه وبين تاني واحد وتاني واحد لتالت واحد وهكذا. فمثلا هنا مثلا ده مثال بعته من في امريكا اللي هي جامعه يو يونيفرسيتي اوف ماساتشوستس الام اي تي، او ما اعرفش ام اي تي ولا واحده تانية يعني، بس اللي هي ولايه ماساتشوستس في امريكا. والمفروض انها رايحه جهاز في فرنسا اللي هو دوت اف ار. عدت في السكه على مجموعه من الراوترز، اول راوتر كان زمن الاتصال بين الجهاز العادي اللي في الجامعه والراوتر كان 1 ملي سكند لاول باكت صغيره، 1 ملي سكند لتاني باكت صغيره، و2 ملي سكند لتالت باكت صغيره، اللي هم الثلاثه بروبس اللي هو قال عليهم ثلاثه بروبس. كل واحده فيهم اخذت زمن 1 ملي سكند، 1 ملي سكند، 2 ملي سكند. طيب ده معناه ان الجهاز الراوتر الاولاني موجود وصاحي، وواحد ملي سكند حلوه، واتنين ملي سكند مش وحشه يكمل. من تاني من الراوتر الاولاني لتاني راوتر اخذت واحد وواحد واتنين. او ده هو هنا مش موضح هل ده ما بين كل راوتر والتاني ولا من الجهاز الاول للراوتر. التالت جهاز 6 و5 و5، 16 و11 و13، 21 18 18، هتلاقوا الارقام بتزيد. ما بين 7 ل 8 هتلاقوا يعني وصل في 7 لغايه الباكت الصغيره الاولانيه اخذت 22 والثانيه 22 والثالثه 22. رقم 8 اخذت 104 109 106. ايه بقى الفرق الكبير اللي حصل ده؟ قال لك احنا اصلا عشان يتصل ما بين امريكا وفرنسا هيعدي المحيط، في تحت المحيط ما بين امريكا وما بين قاره اوروبا في كابلات عملاقه ضخمه بتنقل الترافيك اللي ما بين قاره امريكا وقاره اوروبا، بس المسافه طويله وتحتمل حدوث اخطاء، وبالتالي الزمن علشان يعدي من الراوتر اللي على حدود قاره امريكا الى الراوتر اللي على حدود القاره الاوروبيه اللي هو غالبا هيبقى مثلا في بريطانيا او ممكن يكون في فرنسا ومش واضح عندنا، بس هياخد زمن انتقل من 22 ملي سكند الى 104 ملي سكند، الزمن تضاعف خمس مرات او اربع مرات حاجه كده ما بين 4 ل 5. المهم كمل بعد كده طريقه عادي جوه اوروبا والارقام بدات تزيد بشكل عادي، 104 109 121 112 113 112 111 لغايه ما وصل عند 17 بيكلم راوتر ما حصلش استجابه. ما حصلش استجابه معنى كده ان الراوتر واقع في مشكله. بيجرب مره ثانيه برضه ما حصلش استجابه في مشكله. بيجرب مره ثالثه واضح انه حصل استجابه والدنيا مشت، فواضح ان هو كان في مشكله ما خليته مش عارف يرد، ممكن يكون زحمه، ممكن يكون مليان على اخره ما عرفش يرد. المهم انه بعد ثلاث محاولات رد والباكت وصلت للجهاز. هنا
هنا برضو بيثير تاني موضوع الباكت لوس عند امتلاء الميموري بتاعة الراوتر، مش قادر ياخد باكتس جديدة، فيكون عنده أحد السيناريوهين، يا إما يرفض يستقبل باكتس جديدة وبالتالي اللي جات له الباكتس الجديدة اللي جاية بتقع دي باكت لوس، أو يقرر استبدال بعض الباكتس المخزنة عنده يرميها ويستقبل باكتس جديدة. في كلا الحالتين في لوس بغض النظر عن مين ومين يعمل معاه، ففي هيحصل فقدان لبعض الباكتس. طيب الفقدان ده هيحصل فيه ايه؟ ده غالبا لو هو ماشي بنظام التي سي بي هيحصل إعادة إرسال، يعني الجهاز الأصلي اللي هو اللي بعت الداتا في الأول هيتم إخباره بطريقة ما إنه حصل فقدان للداتا وبالتالي يستلزم إعادة الإرسال. طيب الفقرة اللي احنا ماشيين فيها دي بتقيس معدلات أداء performance، فهو بدأ بالزمن واللوس ثم انتقل إلى الثروبوت. الزمن وورينا فيه الأربع أزمنة والاتنين نعرف نقيسهم واتنين تانيين اتكلم عليهم بس صعب قياسهم. معدل الفقدان أو الفقدان اللي بيحصل نتيجة إن الميموري اتملت وعلاقتها بمعدل مجيء الباكت ومعدل خروج الباكت، ثم انتقل إلى معدل الثروبوت. عادة بيتم تعريفه بطرق مختلفة بس هو دايما معدل إنجاز مهام. إيه بقى المهام والإنجاز ده معناه إيه؟ هو ده اللي بنشكله حسب الموضوع اللي احنا شغالين فيه. ففي حالتنا هنا الثروبوت هنترجمه على إن هو معدل إرسال البيتس في الوحدة الزمنية اللي هي غالبا هتبقى الثانية، يعني معدل البيتس بير سكند. هذا المعدل دكتور معلش متغير. الثروبوت ده زي الباندويث؟ هو هيبقى هو يعني هيبقى فعلا هو الباندويث بالنسبه لنا. يعني هي كلمه ثروبوت عشان بس نبقى فاهمين، لو انتوا بتاخدوها في مواد تانية ممكن يبقى ليها تفسيرات على حسب المجال، عشان كده بقول الثروبوت نفسها احنا التعريف العام ليه معدل انجاز مهام. طيب ايه هي المهام وايه هو الانجاز؟ بنبتدي بقى لما نوصل لتطبيق معين نبتدي نفسر الموضوع. احنا عندنا هنا في الشبكات المهام هي البيتس وانجازها معناها ان هي تتنقل، فانا الثروبوت بقى عندنا هنا هو معدل نقلها اللي هو احنا اطلقنا عليه كلمه باندويتس قبل كده وفسرناها او اتكلمنا عليها ازاي ربطنا كلمه باندويتس بمعدل نقل الداتا، تمام. فهو فعلا في حالتنا هنا الثروبوت هو نفسه الباندويتس، تمام. هذا الثروبوت متغير يعني مش ثابت، وبالتالي بنقيسه بطريقتين، يا قياس لحظي انستانتينيوس يعني اقول دلوقتي الثروبوت بكام، ممكن دلوقتي 1 ميجا بت بير سكند، بعد شويه 1.5، بعد شويه 3 4 ميجا، بعد شويه 2، يبقى انا بقيسه في اللحظه الواحده بكام وبحكم على اللحظه دي، ده انستانتينيوس. او بقيس متوسط يعني على مدار ساعتين ثلاثه هو عمال يتغير، فانا باخد متوسط الارقام اللي جات لي في خلال الساعتين ثلاثه دول. لو عندي طريق هتمشي فيه الداتا وهذا الطريق يختلف في معدلات ارسال الداتا بمعدل اقل من جزء ثاني، اللي بيحكم الطريق طالما هو طريق واحد هتمشي فيه الداتا، اللي بيحكم الطريق هو اقل معدل فيهم. دي النظرية الطبيعية اللي موجودة في الفلويد ميكانيكس. لو عندي مواسير ماشي فيها مية أو سوائل، فأنا عندي الماسورة الأضيق هي اللي حكمة معدل جريان المية في الخط كله. فنفس الفكرة عندنا هنا وصلات مختلفة ممكن في وصلة فيهم تتحمل نقل داتا بمعدل عالي، جميل جدا، بس المشكلة إنها أصلا متوصلة بوصلة تانية مفيش غيرها وفيها قليل، فانا بالتالي مش مستفيد للاسف الشديد بالمعدل العالي اللي هنا، لان دايما محكوم بالوصله اللي بتنقل بمعدل اقل. امتى استفيد بدي؟ لو كان بيصب فيها كذا واحده، طالما بيصب فيها واحده بس يبقى انا مربوط بيها،
يبقى إذن زمن الانتقال من البداية للنهاية طالما هو خط واحد فقط مربوط بأقل معدل نقل فيه. فهو هنا بيقول لك عندي الـ RS والـ RC والـ RS من البداية للنهاية المعدل هو هنا ما قالش الحل بس هو المعدل هو الأقل. وبرضه مش هتفرق مين الأول ومين الثاني. طبعا وجود راوتر في النص ممكن يسمح بأنه في معدل عالي يمشي في الأول ويتخزن في الراوتر وبعدين ينتقل في المعدل القليل ماشي، بس في الآخر برضو المتوسط من الأول للآخر محكوم بالقليل. يعني يكون ان في الجزء ده الداتا بتمشي بسرعة وتوصل للراوتر وتتخزن وبعدين تمشي هنا ببطء، فبتآخر الإجمالي من الأول للآخر اللي حكمه البطيء. ما استفدتش انا حاجة لما وصلتها بسرعة وتخزنت، ما هي في الآخر متخزنة وفي الآخر هتفضل متخزنة لغاية ما يسمح لها ده بالمرور بالمعدل بتاعه. بوتل المعدل الاقل بالبوتل نيك بوتل نيك لينك لينك اون اند تو اند باث ذات كونسترينز اند ثروبوت، هو اللينك الذي يحكم السرعه الاجماليه من البدايه للنهايه لان هو الاقل. طيب انا هضطر اقف هنا عشان زمن المحاضره انتهى والجزئيه بتاعه الثروبوت يعني لسه فيها سلايد واحده بس ممكن نبدأها المرة الجاية ونفكركم بيها. تمام شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. شكرا لكم. حد عنده أسئلة قبل ما أقفل؟ شكرا دكتور. حتة يا دكتور معلش الحتة اللي هي بتاعت العربيات اللي احنا كنا شرحناها ديت، ده موضع سؤال في الامتحان بالأرقام، هو سؤال أكاديمي شوية ولكن باب العلم بالشيء يعني. طيب أنا هسألك بقى هرد على السؤال بسؤال، ليه لأ؟ لا انا بسال عادي مش اكتر، ما كده هنذاكره يعني. ولكن هي في الاخر تشبيه للي بيحصل في البكت، هي الهدف مش العربيات ولا الكارت، الهدف ايوه تمثيل اللي بيحصل في البكت. فانا يعني بغض النظر عن العربيات ولا يعني انا والحسابات بالطريقه دي عليك. ايوه تمام اوكي شكرا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.